أيها الحفل الكريم، شكرا راشد الزرعي. أيها الحفل الكريم، ينطلق شوط رائع وشوط مميز يحمل الرقم السابع في فئة مميزة ورائعة، شوط زمول المحليات على البركة والتوفيق. المركز الأول والصدارة الأولى، المركز الأول والصدارة الأولى، هنالك هملول للسيد بخيت بن علي المنصوري على المركز الأول وعلى الصدارة، يليه من الجهة الأخرى هذا المتسلل القوي الظافر للسيد مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي على ثاني الأسماء دور المركز الثالث. المركز الثالث هنالك متعب لسيد سعيد بن المر بن سعيد بن حلوة الكتبي على المركز الآن الثالث، والدور المركز الرابع هنالك هملول السيد علي بن محمد بن سعيد يتدخل بقوة على المركز الآن الرابع. انتقل للمركز الخامس، المركز الخامس هملول لعيسى بن خادم بو علامة القبيسي مع المركز الخامس والمركز السادس. أيها الأخوة، التدخلات القوية من قبل شاهين للسيد سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري على المركز السادس وعلى المركز السابع. المركز السابع هناك انطلاق، هنالك قوة من قبل الشامي للسيد جمال بن راشد بالشاوي الغفلي وعلى المركز الآن المركز أيها الأخوة التاسع. المركز التاسع هنالك مياس للسيد محمد بن عبيد بالحول الحارثي وعلى المركز العاشر. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هنالك شاهين والسيد سيف بن غالب بن سلطان المنصوري على المركز العاشر. أيها الأخوة الكرام، هذه العشرة الأسماء المنطلقة القوية والرائعة هنالك للمحليات مع هذه الإثارة ومع هذه المتعة. أعود إلى المقدمة وإلى قمة الهرم وإلى الإبداع والتواصل هنالك بهذه الخطى الرائعة والمميزة مع مقدمة الشوط. المركز الأول والصدارة الأولى والانطلاقة الأولى هملول بخيت بن علي المنصوري مع مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني، هنالك الظافر على ثاني الأسماء، وتعود ملكية الظافر لمطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. مشاهدينا الأعزاء، هنالك متعب لسعيد بن المر بن سعيد بن حلوة مع المركز الآن الثالث وعلى المركز الرابع. المركز الرابع هنالك عيسى خادم بو علامة القبيسي مع هملول، والجهة الأخرى هنالك هملول لعلي بن محمد بن سعيد آل سويدن مع التحية ومع القوة ومع الانطلاق، بينما هنالك سراب علي بن محمد بن سالم العفاري يصل العفاري مع التحديات ومع الإثارة على المركز الآن السادس هو على المركز السابع. يا لها من قوة، يا لها من إثارة قادمة مع التحية. هنالك الشامي اللي هو الشامي واللي يبحث عن الشامي جمال بن راشد بشاوي الغفلي، وتدخلات أيضا من قبل شاهين سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري، وأيضا هنالك وصول من قبل شاهين سيف بن غالب بن سلطان المنصوري على المركز الآن التاسع وعلى المركز العاشر. المركز العاشر التدخلات والقوة والانطلاق هنالك من قبل شاهين للسيد عبد الرحمن بن مقبل المطيري، ضيف عزيز يشاركنا هذه المشاركة، أهلا بالجميع. هذه الأسماء العشرة الأولى المتقدمة، وأعود إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى السيطرة الواضحة هنالك عبر الشاشات الناقلة وعبر الرصد والتواصل أول بأول للعشر الأسماء القوية المنطلقة. المركز الأول والصدارة، المركز الأول والقوة، شوفوا ها هنا، شوفوا ها هنا ما شاء الله، ثلاثة أسماء الطنيجي والمنصوري وغيرهم الكثير، وهنالك علي بن محمد بن سعيد مع قوة ثلاثية وكوكبة ثلاثية وانطلاق مميز على الصدارة وعلى القوة وعلى الانطلاق. ولكن هذا هو سراب، يبيله طريق خاص، يبيله أيضا عدسة خاصة ترصد وهو يتسلل وينتقل من مركز إلى مركز على صدارة الأولى وعلى الانطلاقة الأولى. سراب علي بن محمد بن سالم العفاري، الله يا العفاري على هذه النقلات الجميلة بهذه الخطى الثابتة بدون أي أوامر على المقدمة وعلى الصدارة وعلى القوة وعلى الانطلاق. المركز الثاني هنالك أيضا قوة قادمة مع هملول بخيث بن علي بالخصواني المنصوري
مع المركز الآن الثاني، بينما هنالك القبيسي عيسى خادم بعلامه القبيسي على المركز الثالث وعلى المركز الرابع، الظافر مطر بمحمد بن راشد الخيال الطنيجي على المركز الرابع، وفي المركز الخامس التسللات القوية والانطلاق القوي هنالك من هملول علي بن محمد بن سعيد مع القوة ومع الإثارة، بينما متعب لسعيد بن مر بن سعيد بن حلوة على المركز الآن السابع هو على المركز الثامن، هنالك تدخلات قوية وأيضا متعة وإثارة من ضمن الأسماء الملاحقة للعشر المراكز. ها هنا ينضم ثامنا الوصول من شاهين سالم بن حمد بن سلطان المنصوري، وهنالك تدخل من قبل شاهين عبد الرحمن بن مقبل المطيري الذي يصل مع عاشر الأسماء. هذه هي الشعارات وهذه هي الأسماء، يبدو أن حرارة الشوط بدأت ترتفع وبدأ فتح الأجهزة والتركيز هنالك مع التغييرات، وخاصة عندما وصل سراب بهذه القوة وبهذه الانطلاقة الواضحة هنالك، ويغادر لافتة 1500 متر في حفظ من الله ورعايته، وها هنا ترافقه مصور ومعلق وأيضا عدسة خاصة لتلتقط وبرج المراقبة هنالك أو خط النهاية من يلتقط قدوم الأسماء المميزة الأولى. هكذا التحية، هكذا القوة، هكذا الانطلاق المميز مع سراب علي بن محمد بن سالم العفاري. روح يا العفاري، ينطلق العفاري معك سراب، لابد الخطأ ثقيلة، لابد الخطأ رزنة، لابد الخطأ مميزة معك دام أنك تمتلك هذه السلالة المميزة والرائعة التي تحملت من قيادة زمول محليات عددهم كبير وأفعالهم كذلك تذكر بالسجل الفائز دائما وبالانتصارات المتكررة. الكيل والمتر النهائي، المركز الأول سراب علي بن محمد بن سالم العفاري، المركز الثاني، المركز الثاني اللي هو الظافر مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي، على المركز الثالث وصل شاهين سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري، وفي راس الخبر بينما هنالك الشامي جمال بن راشد بن شاوي الغفلي، والتحية هنالك لأحد الأسماء الواصلة بقوة، وصل مروع مع حمد بن سالم بن الأسود العامري، وكذلك التدخلات من شعار بن غالب المنصوري، وهنا ها هنا أعود إلى المقدمة، أعود إلى سراب. سراب يا سراب كم أنت مميز يا سراب، ويا مالك سراب المركز الأول. الخطر من راعي الميدان، الخطر من المنصوري، الخطر من المارك الشاهينية على المركز الثاني سراب. لو أيها الأخوة على المركز الأول علي بن محمد بن سالم العفاري، المركز الثاني شاهين سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري على المركز الثاني. لا أعرف سراب أما شاهين، شاهين وسراب، سراب الأقرب أيها الأخوة، سراب مع الناموس، سراب لا زال متحملا صاملا متحملا هذه القيادة. كفو والله يا العفاري، كفو يا العفاري، كفو يا العفاري، هذا هو سراب مع القوة والإثارة والمحاولات النهائية، المحاولات النهائية، لكن خلاص الشوط يتسجل باسم سراب وشاهين. شاهين قادر شاهين، شاهين وسراب، سراب شاهين، سراب 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 مع الناموس ومع القوة. تهانينا لك العفاري على فوز سراب أولا، ثانيا شاهين سالم بن حمد بن سلطان المنصوري، وفي المركز الثالث هنالك الوصول بن سلهود محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري، وفي المركز الرابع شاهين عبد الرحمن بن مقبل المطيري وسلام الكويت سلام، وعلى المركز الخامس هنالك مروع حمد بن سالم بن الأسود العامري. قوة وإثارة، متعة وإبداع، ولكن سراب ظل وتمسك بزمام الأمور وبالقوة وبالناموس حتى الرمق الأخير وحتى خط النهاية وحتى آخر اللحظات، واستطاع أن يهدي مالكه هذه النقطة الرائعة في هذا الصباح من الوثبة. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء لازلنا نتواصل، أزالت التحية والتهاني لكل الفائزين. 9:53، 9 أجزاء من الثواني. سلام يا أبو محمد سلام، علي بن محمد هنالك من ينتصر مع القوة ومع الإثارة بن سالم العفاري، بينما على المركز الثاني هنالك أيضا وصول قوي. 9:54 وجزءا واحدا من الثواني، التهاني والنواميس أيضا لمالك شاهين الذي أدى عروض رائعة، سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري وعلى المركز الثالث، فكانت القوة حاضرة مع سلهود محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري، وتوقيته الزمني 9:57 وجزءين من الثواني.